3 نوفمبر، اهلا وسهلا بكم متابعينا على قناه 9. مرحبا بكم في موعد جديد من رونديفو 9. والليله الفريق اللي رافقني طيله الساعتين هذوما كل من لطفي العماري، اهلا وسهلا بك. شو نقولوا؟ نقولوا لطفي المنقلب في القائمه الرسميه انت. في كل الاحوال انا ديما محطوط على اليسار والحمد لله. ما خليوكش وحدك، ثم رياض جرادة معكم وانسك. موجود، لا موجودة، تشكيلة هي بيدها. تشكيلة هي بيدها، نحكي عليك على رياض. يلا نجي زعيري، أنت منعته، أنت خليفة منعته. مش موجود، هي غريبة. مرحبا بك، مرحبا يا خليفة بن سالم. مساء النور، مساء الخيرات للناس اللي تبع فينا الكل. شكرا لكم على تفاعلاتكم، على نقدكم، على تشجيعكم. نذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية بالفيسبوك، وتتابعونا على المباشر أيضا على نوتخ شان يوتيوب التاسعة تي في، كيف كيف على نوتخ باج فيسبوك. وذكركم الليلة اللي باش نرجعوا على البارومتر السياسي لشهر أكتوبر 2021 مع نبيل بلعام، مدير عام مؤسسة إمغود كونسلتينج. البارومتر لشهر أكتوبر لأول مرة على قناة 9، تشوفوا تفاصيله. أيضا باش نرجعوا على تصريحات رئيس الجمهورية البارح وحتى قبل البارح حول المجلس الأعلى للقضاء، حول المرسوم المتعلق باختصار البت في الجرائم الانتخابية، مشروع المجلس الأعلى للقضاء وغيرها من القضايا اللي أثارها مؤخرا رئيس الدولة، مع كل مشاد الإصرار في مقرر عام سابق لمحكمة المحاسبات وحاليا رئيس جمعية القضاة المتقاعدين. يرافقوا أيضا كمال بن مسعود أستاذ القانون الدستوري. البارح في الفلاش نيوز كنا رجعنا لقضية الشاب الذي طعن في سوسة، الله يرحمه. ثم تطورات جديدة، شاب فراس قاسم باش يمدنا بها أول بأول. معزل يوسف في النطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1. أيضا زميلنا زايد الزايدي مشى لبنزرت. علاش مشى لبنزرت؟ لأنه جريمة شبيهة مماثلة، وفاة شاب أثر تعرضه إلى طعنة قاتلة. باش نحاولوا نفهموا أكثر تفاصيل من على عين المكان مع زايد الزايدي. وأخيرا حافظ بوقرة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية، باش نرجعوا على الحادثة اللي صارت مع العون اللي تم الاعتداء عليه بالعنف من قبل قاضي. تو نفهموا أكثر التفاصيل هذايا وحتى شنو اللي قالت وزيرة العدل في هذا الصدد. يلا نبدأ بآخر الأخبار. نهار السبت اللي فات مدينة بنزرت تشهد ضحية جريمة راح ضحيتها الشاب محمد سهيل الله يرحمه، سائق حافلة. الشاب هذايا تعرض إلى طعنة أودات بحياته على عين المكان. أكثر التفاصيل في المراسلة التالية لزيد الزيدي. مرحبا بكم. للأسف في الآونة الأخيرة كثرة أحداث الطعن والبركاجات وأدت في كثير من الأحيان إلى القتل. أنا موجود في قلب مدينة بنزرت وجدت لهنا في الشارع هذايا بالذات نهار السبت 8 متاع الليل حادثة طعن لشاب في مقتبل العمر أدت إلى وفاته على عين المكان. حتى هذه لفة الكثير من الغموض، لذلك أنا موجود اليوم ومعي ضيفي السيد أحمد الطيب صحفي وناشط بالمجتمع المدني هنا في جهة بنزرت، باش نحكيو على أطوار الحادثة كيف صارت بالضبط، سيرتو أنه نهار السبت يعني تشهد حركية كبيرة مدينة بنزرت. مرحبا سيد أحمد. مرحبا بك ومرحبا بكامل فريق قناة 9 في بنزرت. نرجع على أطوار الحادثة نهار السبت كيف صارت، سيرتو أني ما صارت على الملأ، على عين الملأ، يعني الناس كلها تتفرج لهنا والحادثة صارت قدام الناس كل. شنو اللي صار بالضبط؟ كما كنت انت تحكي الحادثه صارت نهار السبت اللي تعدى، معناها العشيه مخر، راح ضحيتها معناها عمليه طعن، راح ضحيتها شاب محمد سهيل، شاب 30 في مقتبل العمر، بلاصه حيه على الاخر، صارت قدام الملأ. شارع الكاترة في منوي معناها معروف، شارع ديناميكي برشا، شارع فيه برشا موفمون، الناس تمشي وتجي، فما لي بوتيك متراك، لي بوتيك لي ريستورون، يعني بلاصه حيه على الاخر وين صارت العمليه هذه. الحمد لله بون، كما كنت انت تقول تويك المعلومات شحيحه جدا، حتى كي احنا تواصلنا مع افراد عائلته المقربين ليه ما كانتش معناها المعلومات كافيه، ولو انه من الاول وقت اللي هبط تصويرته على الفيسبوك يعني جست حادث معناها وفاه
معناها خبر وفات. احنا بعد كي سالنا وكي طلعنا على تفاصيل الحادثة تبين ان عمليه طعن، شيء اللي خلى معناها الشارع البنزرتي الكل يحكي على الظاهره هذه، واللي ولات حاجه معناها. والحمد لله البارح كي سالنا زاد الشاب المجرم او اللي طعنوا معناها تم القاء القبض عليه. ان شاء الله القانون ياخذ مجراه. تحيه كبيره معناها للمؤسسه الامنيه اللي القات القبض على الجاني في وقت تقريبا معناها وجيز. سي احمد، انت من بكري تحكي لي على انه ظاهره البركاجات موجوده برشا في بنزرت وانتشرت بشكل رهيب في بنزرت، وشكلك معناها مصدر ازعاج كبير للاهالي لهنا في جهه بنزرت. هو موش واضح كوني عملية براكاج صارت، مي كما كنت أنت تحكي معناها الظاهرة هذه ولات مستفحلة بصفة رهيبة معناها في تونس وفي بنزرت وفي كل بلاصة. كل يوم راهو نسمع معناها في حاجات كيف نكاية. في نفس النهار ديجا فما طفلة معناها في وسط بنزرت تم نشل الهاتف نتاعها. هذه حاجة اللي نعرفوها، فما بالك بالحاجات اللي غابت علينا. ضروري اليوم معناها أن نحطوا اليد في اليد كمواطنين، أول حاجة كمش مع المدني أنا نوعيه بمدى خطورة الوضعية أول حاجة، وثاني حاجة زاد السلطات الأمنية لازم توفر مزيد من الحملات الأمنية وتكثيف الرقابة خاصة في الشوارع اللي تبدأ فيها برشا موفمون وفيها برشا حركة، كما الشارع هذا مثلا كاترافينو، كما شارع الكورنيش، كما في الكورنيش سمحني، كما معناها في الشوارع الكل اللي يكثر فيهم معناها العباد، وإن شاء الله تنقص الظواهر هذه وما عادش نشوفوها في المجتمعات نتاعنا، وإن شاء الله ربي يهدي الشباب الكل. إن شاء الله يصير تكثيف العمليات الأمنية. نذكر فقط أنه الحادثة هذه تقريبا تزامنت مع حادثة أخرى صورناها البارح في جهة سوسة، هي حديث طعن أخرى واللي راح للأسف زاد أيضا ضحيتها شاب في مقتبل العمر. إن شاء الله الظاهرة هذه تتم مقاومتها، ظاهرة الطعن، ظاهرة البركاجات، السرقة، النشل، كل هالظواهر الاجتماعية السيئة إن شاء الله تقوم المؤسسة الأمنية وكل سلطة الإشراف بمقاومتها من أجل أن تصبح الحياة أكثر أمن في مختلف مدن تونس. بالفعل الحادثة اللي كنا رجعنا عليها البارح فيها تطورات، مقتل الشاب في راس قاسم في ولاية سوسة أول أمس، وان تم اليوم على ما يبدو الاحتفاظ بشخصين تستروا على الفاعل الأصلي للجريمة. أكثر تفاصيل مع معز اليوسفي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة. واحد مساء النور، أهلا وسهلا بك. باهي نرجع له بعد شويه، ما ثم حتى مشكل. خلينا نتوقفوا شويه عند الجريمه. تقريبا كل ولايه راهو هذا اللي نسمعوا به، حكينا على سوسه البارح، بنزرت زاده كيف ولو انه المعلومات ماهيش متوفره بكثره حول اللي صار نهار السبت. تقريبا كان تمشي لكل ولايه لطفي تلقى جريمه من هذا النوع. هذا واضح، احنا نتحدثوا على ما يحصل في الفضاء الافتراضي، شبكات التواصل الاجتماعي، نشوفوا معناها ارتفاع غير مسبوق لمنسوب العنف، منسوب الحقد، منسوب الشماتة. واليوم كي نسمعوا جرائد من النوعية هذه يمشي ضحيتها معناها شبان في ريعان العمر، والجديد أنه جرائم اللي قاعدة تصير ملاك أسبابها تقريبا تكاد تكون تافهة، ما تستحقش يعني تليفون ولا خزر له ولا حب منه فلوس. يعني خلينا نقولوا اللي بلادنا تعيش في مرحلة انتقالية، مرحلة مهتزة، وقت اللي تبدأ الأساسيات مهتزة في غياب مراجع قيمية لا في السياسة لا في المدرسة لا في التلفزة، هذا الكل يخلق المناخات هذه ويخصب التربة لحصول هكذا جرائم. هي الجريمة في النهاية شنو؟ جريمة يقول لك يعد لها الجميع، من شارع، من أسرة، من مدرسة، لكن ينفذها المجرم. المجرم هو أداة تنفيذ جريمة اللي هي أسبابها مجتمعية وجماعية بالأساس. دونك هذا نعيشه فيه اليوم هو ترجمة لحالة الاحتقان والارتفاع الكبير في منسوب العنف. ما نتمناه هو أن تتوقف الأمور عند هذا الحد، لأن
لانه صراحه خلينا نعزيه العائلتين تاع قاسم ومتاع سهيل معليه ونقولوا لهم راي وجهاتهم وجهاتنا، خاطر تو ولينا احنا نتبعوا على المباشر الشيء اللي قاعد يصير عن طريق الفيسبوك، نشوفوا الصور نشوفوا البو يتحدث، دونك نتالموا وتكون هي جريمه تنعكس حتى على نفسيات الجماعيه نتاع المجتمع التونسي. نمشيو مباشره مع معز اليوسفي الناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه بسوسه واحد، اهلا وسهلا بك، مساء النور. مساء الخير ومساء الانوار، معز اليوسفي المساعد الاول لوكيل الجمهوريه لدى المحكمه الابتدائيه بسوسه. مرحبا. ومن ثم الناطق الرسمي. مرحبا بك معز اليوسفي، خلينا نفهم منك اخر تطورات مقتل الشاب فراس قاسم، وهل ما زال الى حد اللحظه المتهم الرئيسي متحصن بالفرار؟ الاحداث تتسارع بنسق حثيث والابحاث متواصله بعد ان تم تعهيد السيد حاكم التحقيق لدى المحكمه الابتدائيه بسوسه باجراء الاعمال الاستقرائيه اللازمه قانونا لكشف الحقيقه، وبالتالي المستجد في واقعه الحاله هو ضبط نفرين توليا مساعده الجاني على الفرار. هذا حدث منذ بعد ظهيره هذا اليوم، والسعي جدي لضبط الجانية ومواجهته بالأفعال المنسوبة إليها والتي أدت إلى قتل نفس بشرية بعد سابقية القصد. الأبحاث جارية على نسق سريعة، والتحريات الأولية أدت إلى ضبط من ساعد الجانية بالفرار من موطن الواقعة. سي معز اليوسفي، نعرف اللي انت قاعد تعطي في التفاصيل اول باول، في التطورات اول باول، ومشكور كل ما تطلبك وسيله اعلام ما تتاخرش، هذاك علاش يهمني جدا اني نطرح جميع الاسئله اليوم واللي قاعد حتى يشاع او يتقال في مواقع التواصل الاجتماعي، ويا ريت ناخذ منك الاخبار الصحيح. مثلا اخر الاخبار تفيد انه امني تدخل لصالح القاتل في مركز الاستمرار قبل وقوع الجريمة بقليل، هل تنفي ذلك أو تؤكد؟ السيد حاكم التحقيق الذي أصبح سيد نفسه لإجراء الأعمال الاستقرائية اللازمة، هوامش وما هو يعتبر من هامش أو هوامش وقاع الحالة لا يهم في قضية الحالة، بعد أن تم تعهيد السيد قاضي التحقيق بإجراء بحث معمق في خصوص جريمة قتل نفس بشرية عمدا تبقى موجبات الفصلين 201 و222 من المجلة الجزائية. السيد حاكم التحقيق هو يظل سيد نفسه بعد استقراء الأسانيد الواقعية والقانونية وبعد التوصل لمعرفة الجاني وضبطه قانونا، يتم إجراء الأبحاث وقرار خطب البحث، وبالتالي ومن ثم توجيه التهمة المضبوطة والمسطرة قانونا. شكرا لك معز اليوسفي، أنا أتقرأ اسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة واحد، شكرا لك على كل التوضيحات هذه. شيء هذا خلينا نحكيه على الظاهرة في عمقها، الظاهرة بشكل عام، هذا العنف الإجرامي في تونس خلال السنوات الأخيرة اللي يعد في ارتفاع متواصل. المختصين يقرنوا ذلك بتراجع سياسة الإفلات من العقاب، بعجز الدولة على إنفاذ القانون، أيضا على التعويل على المقاربة القانونية فقط. تنامت ظاهرة العنف في تونس خلال السنوات الأخيرة لتطرح كمشكل اجتماعي يحتاج إلى وضع استراتيجية واضحة وعاجلة للحلول دون زيادتها، حيث بلغت نسبة العنف الإجرامي في البلاد 80% من مجموع حالات العنف المرصودة، وتصدر إقليم الساحل الذي يضم كل من ولاية سوسة والمنستير والمهدية حالة العنف المسجلة ب 34.6% وفق ما أعلنه المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما سجل منسوب العنف الإجرامي ارتفاعاً خلال سنة 2020 بنسبة 63.3% مقارنة بسنة 2019 التي بلغ خلالها منسوب العنف 59.3%، وقدر عدد ملفات جرائم القتل المسجلة على مستوى مكاتب التحقيق ب 571 ملف سنة 2019 مقارنة ب 593 من سنة 2018، فيما بلغ عدد مرتكبي الجرائم في تونس دون سن 18 عام 2953 شخص
في صفوف الذكور مقابل 471 في صفوف الإناث، فيما بلغ عدد مرتكبي الجرائم في تونس دون سن 18 عام 2953 في صفوف الذكور مقابل 471 في صفوف الإناث، في حين بلغ عدد مرتكبي الجرائم والمتهمين في الفئة العمرية فوق 25 عام 130,151 شخص في صفوف الذكور مقابل 9,130 شخص في صفوف الإناث. ومع تواتر جرائم القتل والتعنيف والسرقة وارتفاع منسوبها في الفترة الأخيرة، أرجع البعض الأسباب إلى ما اعتبروه عجز الدولة على إنفاذ القانون والارتكاز فقط على المقاربة القانونية، مع المطالبة بحلول عاجلة تمكن من التخفيف من وطأة الإجرام في المجتمع. خليفة، الأرقام وحدها تحكي. كي نحكيه على العنف الإجرامي، النسبة العامة في البلاد تبلغ 80%. كي نحكيه على 2020 فقط تسجل ارتفاع بقرابة 63%. وأكيد كل المؤشرات تقريبا في البلاد في نزول، عدا مؤشرات الجريمة والانقطاع المدرسي والبطالة والحرقة والأمراض. هذه هي المؤشرات اللي هي في ارتفاع، مقابل المؤشرات الأخرى في نزول، في علاقة بالمعيشة والمداخيل وجودة الحياة و يعني. وهذا دليل عن فشل سياسات حكومية. خلينا من الحالات هذه وكل تسف عليهم ونترحم عليهم وغيرها، ولكن وقت تدرس بالمقاربة العلمية، لدينا من الأسباب ما يكفي لانتشار الجريمة في بلادنا، وليس لدينا من الأسباب ما يحد منها، لأنه لم توضع طيلة العشر سنوات سياسات حكومية في اتجاه الحد من الظاهرة. ما شفناش هذا حتى في مستوى الطبقة السياسية، خاصة هناك مسؤولية، المسؤولية الأولى على الدولة. باهي التشريعات والقوانين اللي نحكيوا عليها خليفة، وين هذيا؟ شنعملوا بها؟ هذه مسائل معلقة في الفضاء، خطر في الواقع. الواقع قانون عندك يتم إنفاذ القانون. القانون في دولة القانون. ما ثماش دولة قانون، هي دولة ضعيفة، ماهيش دولة قانون، دولة احتراب، دولة تنتج خطاب عنيف. في المستوى الإعلامي مسيب المشهد الإعلامي، في المستوى التربوي زاد هكاك مدارس محلولة، مشي ويجي شوية برامج وغيرها، نشوف الظاهرة متاع العنف مستشرية في المدرسة نفسها. الناس اقتحموا أسوار المدرسة ومارسوا العنف على المربين، وشفنا الناس اقتحموا أسوار المستشفى وشفنا العنف داخل المستشفى، شفنا العنف داخل الفضاء متاع القضاء. نسمع تلميذ تحرش بأستاذته بين الطبقة السياسية وفي مجلس نواب الشعب، كيما كله ينعكس داخل المجتمع مع وضعية تنتج. كان البطالة، كان التخلف، كان البؤس، كان الإحباط، كان السلبية، كل هذه المظاهر تنتج العنف. أنت تقارن منسوب العنف في دولة متحضرة وواضح الاقتصادي في الرفاه، وقارن منسوب العنف في دولة من دول أمريكا اللاتينية، ستجد هذه النسبة أكثر. ما هوش علم كبير، لأنه احنا مطلعين مختلفين عن غيره. وعلى زاد هذا المنسوب بعد 2011، مش لأنه قبل كنا في نظام ملائكي، لا، ولكن كانت المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية أفضل من هذه الناحية، بالضرورة تنعكس إيجابا على سلوكات الناس وعلاقاتهم. احنا أخفينا كل هذا الجانب. ما شفتش نهار أن واحد من السياسيين والأحزاب السياسية في حملة انتخابية قال مش نقضي على الجريمة. لا يقولوها، يقولوها في برامجهم الانتخابية، أما تقعد حبر على ورق. به نجي، شنو اللي لازم نعمله اليوم باش هالثقافة هذية العنيفة، باش هالعقلية الكيف كيف اللي تنتج العنف هذايا وتنتج العنف الإجرامي تنقص ولا تتمحى ولا ما يسالش نقول ولو جزئيا؟ شوف، مانيش باش نجيب حاجة جديدة، لأنه المهم تقال في دراسات وتقال في بحوث، لكن الغالب في البلاد هذية الدراسات والبحوث توضع في الرفوف وتتحط في القجرات ولا تنفذ. قبل ما نمشي للحلول، شو المطلوب؟ شوف، اليوم مطلوب من وزارة الداخلية باختصار للحد من هالجرائم، وإحنا نحكيه هنا على الظاهرة الأخطر اللي هي جرائم القتل وجرائم السلب تحت تهديد السلاح. هذم الزوج جرائم، هذم اللي يهدوا أمن المجتمع واستقرار المجتمع، وهذم اللي يثيروا مخاوف الناس أكثر. مطلوب من وزارة الداخلية أنها تراجع التواجد الأمني، انتشار الوحدات الأمنية في النقاط الحساسة. تعرفها وزارة الداخلية، النقاط السوداء اللي تكثر فيها الجريمة يعرفوها وعندهم خارطة لهذا. وحتى اليوم حتى الكاميرات المراقبة ما عادش تخوف حد،
هم المنحرفين ماشي يخافوا من كاميرات المراقبة. هي ثم جرائم فظيعة ترتكب في الشوارع اللي مجهزة بكاميرات. خلينا نكون واضحين، فما إحساس بالإفلات من العقاب، إحساس بأن الدولة ضعيفة. تمنينا توا مثلا في المستجدات هاو ثم لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، جميع النقاط اللي قاعدة نقرأ فيها وتم التطرق لها لأنه عنده 14 مينوت من هبط البلاغ، مثلا ماذا التطرق مثلا لمسألة العنف هذا ولا حد منه؟ شوف اليوم معلش قلت لك انا المسألة الثقافة وعقلية ايضا المطلوب مراجعة دور القضاء، دوره حاسم الى جانب دور الجهاز الامني. دور القضاء في انه يحتمد يلزم الغلب. احنا عندنا سلم تاع عقوبات يتراوح من العقوبة الادنى الى العقوبة الاقصى، نمشي ديما غالبا للتخفيف، العقوبات الاخف. المنظومة الجزائية اليوم في تونس تحتاج إلى المراجعة أيضا في اتجاه التشديد في العقوبات المسلطة على مرتكبي العنف اليوم. سمحني يجي خلينا نمر باش نعطي نفس الاكزامبل تاع العنف، مازلت في نفس الموضوع. جوست مازلت عندي نقطة ثم معايير العفو والصراح الشرطي لازم تتراجع. ثم باش نختم بالنقطة الأخيرة، هي دور المؤسسات السجنية اليوم ومؤسسات ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين. إذا كان نسبة العود، أنا كنشوف نسبة العود مرتفعة، نقول فما حاجة، نقول المؤسسات السجنية هذه ما هيش قائمة بدورها كما ينبغي في إصلاح السلوك المودعين، يعني في القضاء على السلوك الإجرامي، على القضاء على النزعة الإجرامية لدى السجناء. باش يعني نبقى في نفس المسألة، اللي يدخلوا للسجن ويخرجوا ويرتكب جريمة ويعاود يرجع، دونك فما مشكل، فما خلل في المنظومة الردعية العقابية. العنف اليوم يوصل داخل أسوار المحكمة، وبعد تعرض عون بمحكمة الاستئناف بمدنين إلى العنف من قبل القاضي، شيء اللي سبب له في أضرار على مستوى البدن، العين والأنف على وجه التحديد. وزيرة العدل تأذن للتفقدية العامة بالوزارة بالتعهد بالموضوع إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة، وكلفت أيضا المدير الجهوي العدل بمدنين بتوفير الإحاطة اللازمة للعون المتضرر، متابعته بعد وضعيته صحيا ولكن أيضا نفسيا. على الخلفية الاعتداء هذايا، قررت النقابة الأساسية لأعوان العدلية بمدنين تعليق العمل بجميع محاكم دائرة الاستئناف بالجهة ما عدا الحالات الاستعجالية والموقوفين إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعتدي، وهذا وفق بيان لها مساء أمس. خلينا نفهم أكثر تفاصيل الواقعة هذه مع حافظ بوقرة، كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية. أهلا وسهلا بك، مساء النور. مساء النور أختي ملك، ومساء النور لمتابعي قناة التاسعة، وتحية للأخ نجي الزعيري ولطفي العماري وخليفة بن سالم. شكرا لك. شكرا لك حافظ بوقرة. هل من تفاصيل حيثيات على الواقعة هذه اللي صارت داخل مقر المحكمة، وهل باش يستأنف أعوان العدلية بمحاكم دائرة الاستئناف عملهم بعد تدخل وزارة العدل وبعد الإذن للتفقدية العامة بإجراء الأبحاث اللازمة؟ أختي ملاك، أنا كنت نسمع فيكم وتحكيوا على عنف ولا أصبح يعني يهدد تونس. العنف راه وصل حتى لداخل المحاكم، ولا قضاة ولا يمارس في العنف، ما عادش مواطنين ولا قاضي اللي هو محمول عليه أنه يحمي الحقوق والحريات ولا هو يمارس في العنف. اللي حدث البارح في غرة نوفمبر 21 بحرم محكمة الاستئناف المدنين راهي سابقة خطيرة، ويتمثل في اعتداء قاضي رتبة ثالثة، تنقول قاضي رتبة ثالثة راه على زميلنا عمر صادق. شنو اللي صار بالضبط بمحكمة العنف؟ اللي صار انه السيد القاضي هذا اللي ناقش ريشه، فهمتني، على عمر صادق اللي هو راجل قريب يخرج للتقاعد، جاء للباو المحكمة ورمى له المفاتح وقال له برا جيب لي روبتي وجيب لي الملفات من الكهرباء نتاعك في الباركينغ. عمر صادق حتى هذا قالوا له ما نجيبلكش. يرجع السيد القاضي هذايا ويدخل عمر صادق، فهمتني، يدخلوا المحكمه بحضور زميله غاديكا وينهالوا عليه ضربا وركلا وتعريفا. نحشمش حتى من شيفته، نحشمش حتى من عمره. هذا قاضي في الاصل نورمالمون راهو هو اللي يحمي الحقوق والحريات، هو محمول عليه انه باش ينصر المستضعفين، يولي يمارس في العنف والبلطجه. هذه سابقه خطيره، انا قلت سابقه خطيره، راهو عمر ما طرنا احنا، فهمتني، راهو
انت كتدخل راجل كبير وتضرب محرج وتاكل عليه البيرو. سابقة خطيره تفاعلت معها وزيره العدل سي حافظ بوقره واذنت للتفقديه العامه باجراء الابحاث والتحريات اللازمه في الموضوع هذا. هو الاجراءات اللي صارت هي لو بعد ما تتدخل الجامعه. شكرا لزملائنا وزميلاتنا بكافه المحاكم في الحال الجمهوريه وشكرا النقابه الاساسيه وشكرا الاتحاد الجوي بالمدني اللي صدقوا فهمتني ودخلوا في تحركات احتجاجيه وكافه زملائنا من المحاكم دخلوا في تحركات احتجاجيه، لكن احنا راهو نخشى ما نخشى اختي فاضله انه البحث هذا في التفقديه وعندنا سوابق وحتى تواسم حتى في ملف الشهداء فهمتني معناها مئات الملفات مركونه في 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 اقجار فهمتني في اقجار التفقديه العامه وهي مجرد ربما نخشى ان تكون مجرد عمليه تجميل فقط لاحتواء المساله واحتواء المشكل. احنا نخشى ما نخشاه انه تكون هذه مجرد عمليه تجميليه ونخشى ما نخشاه كذلك من مجلس القضاء الاعلى اللي هو متهاوي اصلا ومجلس القضاء العدلي انه ما يعملوش بحرفيه وبحياديه. هل الاجتماع مبدا انصر احد ظالما او مظلوما واضح، هل الاجتماع الطارئ اللي دعت له وزيره العدل دعت كل من الرئيس الاول لمحكمه الاستئناف بمدنين والوكيل العام لديها والمدير الجهوي ايضا هناك الى عقد اجتماع طارئ مع ممثلي النقابه الاساسيه للعدليه بالمحكمه باش يفهموا اكثر ربما حيثيه الموضوع ولتجاوز الاشكال هذايا، الاجتماع الطارئ هذا يحصل ام لا؟ هو حصل لم يفضي الى شيء لان بلاغ وزاره العدل مع احترامي لوزاره العدل ما كانش في الانتظارات خاصه الفقره الاخيره ولتجاوز الاشكاليات، عندنا اشكاليات احنا عندنا عنف عندنا عم صادق فشخوا له وجهه عندنا عم صادق خشمه تكسر هو تجاوز الاشكاليات احنا الاشكاليات ما تتجاوز الا ما يقع ايقاف هذا القاضي عن العمل ورفع الحصانه عليه وتقديمه للقضاء هذا هو باش نجم نرفع الاشكاليات ما دام الاشكال هذا ما دامش احنا مازلنا مواطنين واهالينا في 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 في, في مدنين وزملائنا وزميلاتنا في مدنين مازالوا مواطنين احنا ما نجمش ناخذ الا ما ياخذ القضاء مجراه مسألة هذا تطبيع مع العنف ومسألة الافلات من عقاب احنا رانا رافضينها ونحب نقول لك اختي اخت ملاك حاجه انا حضرت معاكم قبل وقلت على تدنيس المحاكم وسالتوني على تدنيس المحاكم بعد الماكولات قلت المحاكم راهي دنست بالاحكام الجايره اللي تنفذ في يوم من الايام ودنست اليوم بالعنف المسلط من قاضي رتبة تاسع اللي هو محمول عليه انه يحمي عم صادق يحميه من اي اعتداء اليوم هو يعتدي عليه اليوم المحاكم تدنست اكثر من تدنيس اللي صار في ايام الاعتصام. شكرا لك حافظ بوقره كاتب عام الجامعه العامه لاعوان العدليه واملاك الدوله والملكيه العقاريه، هذه الحيثيات، هذه التفاصيل، هذا الطرف اللي حكى النسخه والروايه الواقعه، منبرنا ايضا مفتوح للطرف الاخر باش نفهموا علاش استعمال العنف ضد العون هذايا في اي وقت رونديفو نوف يفتح ابوابه للجميع. ناجي العنف داخل مقر المحكمه اليوم. والله الحقيقة حكاية صادمة فعلا معناها أنا كي برجعت وشفت الملابسات عليها ملابساتها وحكيت عليها حتى اليوم الصباح معناها والله شيء معناها بالحق شيء يعني أن يصدر يعني سلوك من نوع هذا عن قاضي القاضي اللي أقسم على احترام القانون وتطبيق القانون وأقسم على الحفاظ على الحقوق حقوق الناس منهم المواطن هذا سي الصادق حماية الحقوق والحريات يعني أنه قاضي يعطي تريحة العون زوالي معناه يؤدي في واجبه لمجرد أنه قال له جيب لي الروبة متاعي من الكهرباء وجاوبه قال له ما مش من مهامي مش من مهامي يعني الحقيقة معناه شيء روى العنف توا تخلي المحاكم تخلي الإدارة للمستشفيات أقسام الاستعجالي العنف في البلاتوات ايضا بلاتوات التلفزيون والاذاعات يعني والله اليوم الصباح في مواطن في الكوليزي في قلب العاصمه في قلب العاصمه الناس كل سكان العاصمه يعرفوا الكوليزي في الكوليزي يقول لي هو واحد من التجار غادي عنده اكثر من 25 عام قال لي بعد الستة نتاع العشية حد ما عادش نجم يدخل الكوليزي ما عادش نجم يتعدى من غادي مواطنة بلاية ما عادش نجم تتعدى غادي بركة جات عصابات متمركزين غادي وفما بلاد ولاد
وشبكات يخدموا غادي اللي متعدي من غادي حتما يتعرض للسلب والبركاج والتهديد واحيانا القتل. ثم جملة قالها منذ قليل لطفي حافظ بوقرة كاتب عام الجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية، وقت اللي سألته أنا قلت له ها وزارة العدل أو وزيرة العدل أذنت للتفقدية باش تفتح تحقيق وتقوم بالأبحاث اللازمة، قال لي نخشى أنه بحث التفقدية يركن ويكون مجرد آلة تجميل لإخفاء واحتواء الأمر. هذا استنادا لمعناها سوابق خلينا نقوله ملتصقة بالتفقدية، وهذا بإقرار عدد من القضاة أنفسهم أن كل ما رفعت قضية ضد القاضي إلا وعمدت التفقدية إلى التسويف معناها وتغليب عقلية القطاعية مع الكوربوراتيزم اللي احنا ندينوا فيه في جميع المستويات. خلينا زادة ندينوا هذا السلوك، ندينوه بكل المفردات، ولا أعتقد أنه هناك أي مبرر لما حصل من عنف وعنف شديد. شوفوا راجل كبير معناها عمق وسمك الجرح ويرتكب من قاضي رتبة ثالثة، صراحة معناها وصلنا تقريبا إلى نهاية المطاف. الإيجابي أنه شفنا اللي عديد القضاة أدانوا هذا السلوك وعبروا على تعاطفهم وتضامنهم مع الموظف في المحكمة، لأنه نعرف الناس الكل طبيعة العلاقة اللي تجمع السادة القضاة والمحامين زادة بمختلف العاملين معناها في الأسلاك القضائية، يعني في المحاكم من كتبة وأعوان وغيره، وهي علاقة يعني تقريبا معناها هما جناح ثالث من أجنحة العدالة توصل أنه للعنف. هذا صراحة يلزم السيد هذا ياخذ حقه بالقانون، ومن حق معناها النقابة اللي تدافع عليه أنها الطالب معناها بما يقابل هذا. وتقول لك احنا مش نستأنف العمل إلى أن قانونية. مش نرجع في نفس كلمة ولاحظ لطفي أنه المجلس على القضاء هاو جايتك يرد الفعل على حاثم النوع هذه هاو مش جايتك بعد شوية أضعف الإيمان عندي بلاغ للمجلس الأعلى للقضاء في انتظار إحاته. هاو رجعتكم تفاصيل بلاغ المجلس الأعلى للقضاء، فصل ثم نعود.